مرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11، هذا هو الأسبوع 10. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. نشأة الإمارة الأردنية عام 21 و900 للميلاد. الأوضاع السياسية والأمنية في الأردن قبل تأسيس الإمارة. أصبحت منطقة الأردن تعاني من فراغ سياسي بعد انهيار الحكم الفيصلي في سوريا عام 20 و900 للميلاد، فظهرت زعامات محلية لفرض الأمن والنظام، أطلق عليها اصطلاحاً الحكومات المحلية، وهي حكومة السلط برئاسة مظهر أرسلان يساعده مجلس شورى من شيوخ العشائر، حكومة عجلون برئاسة علي خلقي الشرايري يساعده مجلس شيوخ العشائر، حكومة الكرك برئاسة ريفان المجالي يساعده مجلس المكون من شيوخ العشائر. لمعرفة خصائص الحكومات المحلية، تأمل الشكل الآتي. خصائص الحكومات المحلية: لم تكن تحمل صفة دولية، محدودية الموارد المالية لأنها لم تنجح في جمع الضرائب وفرض الأمن، وقد تنوعت أنظمتها الإدارية والسياسية، قامت أغلبها على أساس عشائري، وانتهت بتأسيس الإمارة الأردنية. على الرغم من التنافس بين الزعامات المحلية وغياب الزعامة التي يمكن أن تجمع عليها هذه الزعامات، إلا أنه ظهر وعي سياسي لدى أبناء الأردن. تمثل ذلك بعقد مؤتمر إم قيس في 2 أيلول عام 20 و900 للميلاد. ولتعرف مطالب هذا المؤتمر، اقرأ النص الآتي ثم أجب عن السؤال الذي يليه. قدم المؤتمرون مطالبهم نيابة عن أهل الأردن للمندوب السامي البريطاني، وتمثلت فيما يأتي: تشكيل حكومة وطنية تضم عجلون والسلط والكرك برئاسة أمير عربي هاشمي، تقديم بريطانيا الأسلحة والمساعدة الفنية للجيش، منع هجرة اليهود إلى فلسطين. الأمير عبد الله بن الحسين ولد في مكة المكرمة وتعلم القراءة والكتابة والقرآن الكريم ومبادئ العلوم على أيدي نخبة من الشيوخ وعلماء الدين. في عام 93 و800 للميلاد ارتحل مع والده الشريف الحسين إلى الأستانة، إذ تابع دراسته فتعلم اللغة التركية، وقد تقلد مناصب عدة. انتخب نائبا لمكة المكرمة في مجلس المبعوثان، ثم نائبا لرئاسة هذا المجلس، وعند إعلان الثورة العربية الكبرى تولى قيادة الجيش الشرقي. له هنا شهد الأردن قدوم رجال الحركة العربية من سوريا محاولين مقاومة الفرنسيين إلى جانب إخوانهم في حوران وجبل العرب، وقد أثار ذلك الفرنسيين وحملهم على طلب مساعدة بريطانية لتهدئة الوضع. اتصل زعماء العرب ورجال السياسة وشيوخ القبائل بالشريف الحسين بن علي يطلبون إليه إرسال أحد أبنائه ليتولى قيادة حركة تحرير سوريا، وقد كلف في ذلك الوقت الأمير عبد الله بهذه المهمة، فتوجه إلى معان فوصلها في 21 من تشرين الأول لعام 20 و900 للميلاد، إذ استقبله الأهالي استقبالا حافلا. هنا حدد الأمير عبد الله هدفه من القدوم، وهو تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي، وذلك في بيان وجهه إلى أهالي سوريا في 25 تشرين الثاني عام 20 و900 للميلاد بعنوان إلى إخوتنا السوريين. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 10. وكما تلاحظون أعزائي الطلاب، في هذا الدرس ركزنا على تأسيس إمارة شرق الأردن وكيف كان للإدارات المحلية ولها الأثر الكبير في تبلور فكرة الدولة الأردنية. في الفيديو القادم سيبقى حديثنا عن إمارة شرق الأردن
ولكن بمحاور وموضوعات مختلفة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.